السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله اليوم باذن الله راح ندرس اللي هو الباوربوينت العملي الواجب حق العملي حق الباوربوينت كيف نحله وكيف نفهمه تابعوني يلا بسم الله اول شيء راح ندخل باوربوينت سيميوليشن تريننج مثل ما دخلنا في الوورد وفي الاكسل وفي الويندوز تمام وفي الانترنت كلها بنفس الطريقه من عند ماي لاب أسئلة الباوربوينت مثل ما احنا شايفين اللي هي 54 سؤال يلا استعنا على الشقة بالله يلا نبدأ Start a new presentation using the fact theme ابدأ لي جديد لكن تختار ثيم محدد أو ثيم معين راح تروح على all programs راح تدور له على برنامج الباوربوينت تمام تفتحه شايفينه باكيت ثيم ندوس عليه وان كليك اونلي بعدين كرييت دوسة واحدة بس اوكي خلصنا السؤال الاول on slide one في السلايد one اللي نحن شايفينه هذا in the title placeholder هذا التايتل placeholder اكتب لي اللي هو الجملة اللي طالبها منك كو وننتبه للسبلينج الكابيتال والسمول اوكي ويست طيب بعدين يبغاك تكتب في السبتايتل السبتايت اللي هو العنوان الفرعي تمام نكتب له يور بعدين بريس انتر حط لي انتر احط له انتر يبغاني اكتب له يو واي يور واي اوكي حلوين بعدين كرييت نيو فولدر حط لي نيو فولدر يعني مجلد جديد المجلد الجديد هذا سمي لي PowerPoint Chapter 1 إذا أجي أقول Save As Browse وأسوي له New Folder مجلد جديد أسميه إيش PowerPoint Chapter 1 تمام وبعدين أدوس Enter واحد وإنتر مرة ثانية عشان أدخل جوا المجلد اللي أنا سويته الحين يبغاك تسمي العرض حقك علشان تحفظه راح تسمي له ايه 1a underscore kwt underscore over you تمام وبعدين تقول له ايش سيف نفس فكرة السؤال اللي قبل كذا انك تطبق ثيم عشان اطبق ثيم خليني انزل هذا اللي هنا علشان اطبق ثيم راح اروح على ديزاين واختار له ثيم من الثيمات هذه طبعا هنا كاتب اورجانيك يبغى اورجانيك ثيم اذا إحنا ما لقينا ممكن ندوس هنا وندور على الثيم اللي اسمه ايش اورجانيك هذا هو اورجانيك تمام ادوس عليه السؤال الآن Insert a new panoramic picture، كيف يعني panoramic picture؟ يعني picture بانورامية with the caption slide after slide one، بقول لك كيف تدرج اللي هو اللي هو سلايد uh, slide layout اللي يكون فيها uh, picture بانورامية مع اللي هو الكابشن حقتها، راح نروح هون، اوكي؟ راح نروح new slide، اختار له شيء اسمه panoramic خلينا نشوفها بانوراميك بيكتشر وذ كابشن شايفينها خلاص انتوا فاكرين من وين نطلع اللي اوت اللي اوت اللي هو المخطط حق الباوربوينت الشريحه نفسها فهو طالب منك هنا او منك اللي هو آآ آآ لي اوت محدد فاروح اختار بانوراميك وذ ماذا وذ كابشن طيب. يبغاك تكتب له في التايتل Your dreams Insert a new title الآن يبغى a new title and content slide after slide 2 يعني بعد slide 2 يبغاك يكون فيها title and content خلاص title إذاً أروح على new slide title and content حلوين نكتب فيها Our expertise in the title placeholder في مكان العنوان اكتب لي Our expertise اوكي okay. طيب في الكونتنت في المحتوى اكتب لي اوفر في هذا السؤال طالب مني اني اروح على سلايد 3 وتحت البوليت اللي هو مسويها اكتب له بوليت لكن هذه البوليت لازم تكون second ليفل بوليت كيف يعني سكند ليفل يعني ما تكون تحت مستوى هذه بالضبط لا تكون اقل منها فعلشان أسوي هذا الشيء لازم أحط الماوس هنا، أنزل إنتر وبعد الإنتر أدوس زر Tab من الكيبورد، خلاص؟ ونبدأ نكتب الجملة اللي هو أعطانيها سيرتيفايد certified بعدين طالب مني بلو تحت اللي أنا كتبته OK Added text specializing, specializing in land and sea travel as a first level إذا الآن طالب مني طلب مختلف إنه تحت اللي هو البوليت اللي أنا سويته يبغاني أكتب جملة ثالثة لكن تكون اللي هو first level، first level إذا أروح أعمل إيش؟ أعمل إني أنزل انتر وأطلع اللي هو عند اللي هو degrees وأدوس عليها تمام؟ أوكي؟ وأكتب له اللي هو يبغى specializing انتبه لل spelling in land and sea. travel. اوكي. بعدين اللي تحتها يبغى مني اني ارجع uh, second level bullet، إذا انزل Enter. وأدوس لماذا؟ تاب عشان اكتب له الجملة اللي هو يبغاها. Pacific، Pacific North. <مم> تمام. اللي بعده. هنا slide 3 تمام؟ اللي نحن واقفين عندها in the note span فين النوت سبان هذه اللي تحت؟ أيوة إيش تبغى؟ اكتب له هذه النوت بالأزرق و be sure type the period ولا تنسى أنك تحط النقطة أوكي راح نكتب لك اللي هو النوت اللي أنت تبغاها خليني بس اشوف هون في غلط بالسبيلينج A N C H O R المفروض هنا احط O R اوكي حلوين 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 طيب at the bottom of slide 2 هذا slide 2 صح هذا البوتن حق uh, slide 2 in the content placeholder هذا ال content اوكي okay. هنا click after the period هذا ايوه press اضغط space bar حط لي مسافة حطيت لك مسافة واكتب لي الجملة التالية if you بعدين ما ننسى النقطة أوكي okay. Display slide 3 أرض لي slide 3 تمام And insert a new slide with the section header layout يكون فيها section أوكي okay, header خلينا نشوف اللي فيها section header layout شايفينها اللي هي ثالث وحدة section header هذه في السلايد أربعة اللي نحن سويناها جديد الآن add the text about our company في التايتل about في التايتل اكتب له about our company طبعا لاحظوا معي دائما في الانجليزي العناوين آه, بداية كل كلمة لازم تكون ايش كابيتال لتر company اوكي طيب بالسلايد 4 اللي نحن عندها الان في الكونتنت بليس هولدر هنا اوكي يبغاك تكتب له هذا الكلام اللي بالازرق يلا مم. وما ننسى اللي هو الكوما طيب تمام صار للتكست حقي هذا اوتو كومبليت حلو طيب اوتو فيت للتكست تو تو ذا كونتنت بليس كيف اسوي له اوتو فيت ابغاكم يا حلوين تشوفون معي السهم الصغير هذا دوسوا لي عليه راح تلاقون من الخيارات هذه شيء اسمه اوتو فيت تكست تو بليس هولدر بس ندوس عليه اوكي سوى له اوتو فيت شوف السؤال اللي بعده طيب في السؤال اللي بعده يبغاك تروح على سلايد 2 هذه اللي هي سلايد 2 هو اصلا حاط حاطك عليها ان ذا بيكتشر بليس هولدر هنا مكان البيكتشر بليس هولدر دخل له البيكتشر تمام اللي موجودة في الـ Pictures فولدر خلاص ندوس عليها دوسة واحدة بس راح تلاقي اللي اللي هو يبغاه هذه تمام 1A Glycer اوكي ندوس عليها دوسة واحدة بس وادوس Insert بعدين Display Slide 4 وين سلايد 4 هنا اوكي ويبغى يبغاك تروح على الكونتنت بليس هولدر هذا هو الكونتنت وايضا تضيف picture تمام لاحظ هنا علمك طريقتين مختلفتين عشان تضيف اللي هو الصورة يا أما أنك تروح على الكونتنت وتضيف صورة أو أنك تروح أصلا على مكان مخصص بس لإضافة الصور دوسة واحدة بس insert وخلاص تضاف في سلايد أربعة اللي نحن واقفين عندها select the picture أضغط على picture and apply the simple frame حط لي إلها إطار سمبل فريم يكون بلاك بيكتشر ستايل خليني اروح على فورمات فريم بيكتشر ستايل اللي هو يقول لي موجود في السكند رو شوف هو ما يبغى اللون الابيض يبغى اللون الاسود اللي هو موجود في السكند رو في الصف الثاني في اللي هو الاختيار الثاني اوكي ادوس عليه في سلايد اربعه هذا هو اللي نحن واقفين عنده with the picture selected البكتشر لازم تكون ايش selected apply the glow diffused artistic effect دائما الارتستيك افكت اروح على فورمات والاقيها جهات اليسار يبغى شيء اسمه ايش diffused طيب وين الاقيها هذه اللي هي يقول لي هي في second row في الصف الثاني في fourth effect هذا هو ادوس عليه ريموف خلاص ما أبغاهم كلهم remove the artistic effect from the picture on slide 4 إذا أروح عليها مرة ثانية وأقول له إيش اللي هو النن ما أبغى ولا تأثير أو ولا مؤثر view the entire presentation in slideshow view from the beginning من البداية من البداية يعني راح أطلع فوق على البداية وأروح أدوس له اللي هو إيش slideshow لأنه هو يبغاك إنك تشوفه ك slideshow من البداية. شفته, شفته 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 ما شاء الله العرض الحلو اللي انا سويته بعدين ريتيرن تو ذا نورمال فيو تمام كذا انا رجعت للنورمال فيو اللي هو طلبه مني في السؤال هذا يبغاني اني اعرض البرزنتيشن اني اعرض البرزنتيشن حقي على شكل برزنتر فيو راح الاقي عندي في السلايد شو اللي هو خيار اسمه يوز برزنتر فيو ادوس عليه لما انت رح تضغط عليه طبعا لما انت تضغط يوز بريزنت ريفيو هو ما رح يطلع لك اياها لازم تضغط اللي هو Alt اف 5 لاحظوا معي كاتب الباوربوينت الـ 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 انه انت لو عندك شاشه وحده لازم تحط الت زائد اف 5 عشان يظهر لك لو انت عندك اكثر من شاشه رح يطلع لك اوتوماتيك اوكي okay? انا ما عندي الا شاشتي هذه فلازم اضغط له الت اف ايش اف 5 اوكي الآن display slide 3 in a presenter view فين سلايد 3 اللي موجودة في البرزنتر فيو هذه الأولى أوكي الأولى هذه الثانية هذه الثالثة أوكي display slide 3 أنا كيف من فين أعرف اللي هو أرقام الشرائح من هنا شايفين slide 3 of 5 فأنا بالفعل عرفت له slide 3 in a presenter view and make the notes text larger خليلي النوت التكست يكون اكبر اكبره هنا بريزنتر فيو ايضا طالب مني في البريزنتر فيو عرضي لي كل سلايدات كل سلايدات يبغى يشوفها عشان تشوف كل سلايدات من هنا يبغاك تروح على اللي هو على سلايد 4 وين سلايد 4 هنا ندوس عليها بعدين زوم ان يبغاك تسوي زوم ان للبيكشر كبر لي الصوره اروح على المكبره وبس أروح عند الصورة وأكبرها، تمام؟ in the slideshow، سكرل لي الـslideshow، اطلع فوق، اضغط عند in the slideshow. جداً سهل، okay؟ on notes and handouts pages، insert the current date and time. That will update automatically اللي راح يتحدث بشكل اوتوماتيكي لما uh, إنت تروح على الفوتر. لما أروح على insert اللي هو ال header and footer أروح على notes and handouts شايفينها أروح على الفوتر أقول له لو سمحت في الفوتر عندي طلع لي date and time شايفين date and time أضغط عليه وأبغاك تطلع لي بالفوتر text يكون إيش يكون A 1A K W T underscore over view تمام وبعدين apply to all لأنه هو طالب مني أنه يطبق على الكل حلوين insert the slide number on all slides except the title slide حط لي أرقام الصفحات في أرقام الشرائح في كل الشرائح ما عدا الشريحة الأولى فأنت من نفس المكان راح تروح على الهيدر والفوتر وتروح على اللي هو السلايد number شايفينها؟ أوكي؟ okay. السلايد number حط لي اياها لكن ما عدا التايتل سلايد لا تحط اللي في التايتل <applause> سلايد الان <تصفيق> Print the presentation hands out with 6 slides displayed تكون انها horizontally on the page طيب في طريقة للطباعة راح اروح طبعا احنا كنا نعرف انه عشان اطبع فايل اروح اختار له Print لكن هو يبغى شروط معينة أروح على Full Page Slides شايفين أختار منها شيء اسمه 6 Slides Horizontal اللي هو طلبه يبغى ست سلايدات يكونون بشكل إيش Horizontal اللي هو أفقي شايفين أوكي شايفين كيف بعدين Print أضغط هنا Print تمام سؤال اللي بعده Print the slide 3 notes page including the frame slide option ركز معي راح اروح على file مثل ما نحن نعرف واروح اختار امر print راح اختار له من اللي هو الاوبشنز هذه شيء اسمه notes page notes page لي اي سلايد اقول له slide 3 تمام ابغى كذلك اللي هو الفريم slides حتى الفريم slides تكون معها اوكي وبعدين ادوس له print Next question يبغى منك change the presentation slide size to wide screen تغير السلايد إذا لازم تروح على design وتختار له اللي هو slide size وتختار له wide screen okay in the reuse slide span display slides from the file 1p slides and ensure that the keep source formatting checkbox is not selected يبغاك الحين تدخل له سلايدات عشان ترجع تستخدمها من وين؟ لازم تروح على هوم واروح على شيء اسمه ريوز سلايدز وهذا السؤال اصلا اجاكم في الاختبار العملي اوكي؟ طيب insert slide من وين؟ اقول له browse من فايلاتي من وين بالضبط؟ ايش اسمه؟ 1p slides صح؟ وادوس له open دخله انت الحين دخلت كل السلايدات تبغى ايش؟ with slide one displayed use the reuse slide to insert the first slide بس يبغى الأول شريحة دوس عليها بس ندوس عليها خلاص دخل لك إياها عشان تستخدمها طيب بعدين in the one p in the one p settle file اوكي اللي هو الفايل اللي حقك هذا بالسلايد 7 slide 7 وين نحن هنا 7 أيوة and then use the reuse slide span to insert the fourth slide الفورث هذه الرابعة دوس عليها مرة واحدة أوكي تمام استخدم لك إياها بعدين طالب منك إنك close the reuse the slide span سكر لي إياها أجي أسكرها من هنا معلش أكيد طبعا اللي يتابع فيديوهاتي بينتبه إنه أنا أحاول إني أشرح وأفهم أكثر مما إني أحل لأنه الحل ممكن أنك تتابع اللي هو Learning 8 وتحل معاه ما عندك أي مشكلة بس ما بتكون فاهم لكن بالفيديو أحاول إني أفهمك أكثر Display the presentation outline view outline view إذا راح أروح أكيد على view ويقول لي outline تمام؟ أدوس عليه بعدين في الـ outline view in the outline on slide 7 slide 7 أوكي okay, هذه طيب يبغاك ايش تسوي؟ increase the list level of second and third bullet وين السكند؟ هذه second and third bullet اوكي؟ okay. يبغاك تزودها اوكي؟ okay. طيب كيف ازود لياها؟ increase اروح هنا اقول له ايش؟ increase حلوين لاحظ معي انه في الاوتلاين فيو انت تقدر انك تسوي اديتنج تمام مو بس انك تشوف لا انك تسوي اديتنج ويطلع لك تكست بس طيب في الاوتلاين في الاوتلاين فيو ان سلايد 7 برضه في سلايد 7 يبغاك افتر ذا لاست bullet ايوه هذا last bullet افتر ات ايوه يبغاك انسرت ذا تكست ايوه حط لي اياه از ا نيو بولت بوينت ات ذا سيم ليفل بنفس المستوى اي أيوة يعني ما راح تسوي اي اختراع بس انك راح تكتب له النص اللي هو يبغاه تمام وبعدين ريتيرن ذا برزنتيشن تو نورمال فيو رجع البرزنتيشن للعرض العادي حقنا حلوين delete slide 9 هذا سلايد 9 اضغط عليه ومن الكيبورد delete move slide 4 to its position after existing slide 8 يعني سلايد 4 سلايد 4 يبغى يكون بعد سلايد 8 اوكي يعني هنا حلوين سحب وإفلات أوكي يعني تشيل وتحطه بمكان معين replace all بدل كل ال occurrences of bike market with bike place market طبعا انتم عارفين هذا الكلام ما يحتاج شرح لانه طبقتمه بالوورد وطبقتمه باكسل وبكل البرامج علشان تبدل تروح على replace تكتب له اللي انت الشيء اللي تبغى تبدله find what ابغى ابدله ب وبعدين أحط له replace all okay بدل الكل اوكي mm -hmm. okay تمام بدلها وخلص تمام بدلها طيب change the theme variant for slide one the third variant لاحظ يبغاك تغير الثيم للثيرد فاريانت لكن بس حقت سلايد 1 فانت راح تروح عادي على ديزاين 1 2 من اليسار عد 1 2 3 من هنا تضغط على يمين ابلاي تو سلكتد سلايد اوكي تطبق لك اياها يعني. change the theme variant for the entire presentation to the second variant second اللي هو هذا الثاني لان احنا نعد من اليسار لليمين هذا السكند طيب كل برزنتيشن يبغاك تغيره الى هذا فانت راح تدوس على يمين وتقول له طبقه على كل السلايدات اوكي ابلاي تو اول سلايدز السؤال اللي بعده on slide 2 هذا سلايد 2 use many toolbar to change the font of both lines of the title text to Georgia يلا نضلل هذا مع هذا طيب وين الميني تول بار؟ هو هو بيروح ويختفي ايوه طلع هذا هو اروح على الخطوط ما راح اكتب له صراحة لانه انا كل ما اكتب له يطلع ليها غلط فانا الحين ما راح اكتب له راح اروح ادور على الخط اللي هو يبغاه بحرف الجي هذا هو راح ادوس عليه تمام زبط اوكي اعيد لا تكتبوا له الخط اوكي روحوا سلكت للخط نفسه first line بس ال first line اروح احدد اللي هو السطر الاول واغيره الى ماذا الى 80 مثل ما هو طلب حلوين بعدين use the ribbon to change لاحظ الحين خلاص بطل يقول لك استخدم الميني تول بار يبغاك تستخدم الريبون هذا ايوة to change the font size of the second of the second line اوكي هذا هو second line يبغاك تغير اللي هو الخط الى اللي هو ستة وثلاثين اوكي بعدين دوس انتر حلوين هون سلايد ثري سلايد ثري Change the font color غير لي لون النص of both lines لكل السطرين هذولا الاثنين راح أظللهم يبغى darker green dark green هذا هو ايسن one هذا هو اوكي okay. وليس هذا هذا تمام on slide 3 اللي نحنا راح نروح لها هنا اللي نحنا فيها apply bold and italic to the two lines of text اثنينهم اروح أظللهم يبغاهم bold and ايش and italic اوكي okay. في السلايد 4 روح على السلايد 4 يبغى مني يوز ميني تول بار اللي هو التول بار الصغير هذا اللي يطلع لي حق الخط to change the font color of title text to طبعا التايتل والسب تايتل اوكي هذا وهذا نفس اللون بالضبط اروح ادوس عليه اوكي okay. وهذا نفس الشيء يبغى نفس اللون صح اوكي تمام center the paragraph on slide 5 وين سلايد 5 هذا اللي نحن فيه يبغى سنتر راح ادوس عليه كنترول اي واروح من هنا سنتر لاحظ انه باعتبار انك تعلمت الوورد فهذه الاشياء المفروض كلها تكون عليك سهله اوكي On slide 4 ارجع لي على slide 4 use keyboard shortcut to center the slide title لاحظ الحين يبغاك تستخدم الكيبورد shortcut عشان تسنتر له هذا التايتل بس روح هنا راح تلاقي نفسه هو حاط لك البرنامج الاختصار اللي يتوافق مع هذا الامر ايش شايفه؟ control ايش؟ control اي -E. فانا راح اروح هنا control اي -E. تمام on slide 4 center the subtitle برضو في سلايد أربعة السبتايتل حقي هذا center it Control h Control e حلوين on slide five خمسة خمسة okay نرجع على خمسة change the line spacing of the paragraph Control a أروح على line spacing رح أروح على اللي هو line spacing أضغط عليه وأختار له إيش اتنين مثل ما هو طلب طيب الحين يبغاك تغير اللي اوت اوف سلايد 1 تو سيكشن هيدر، طبعا هذا سؤال مكرر، لانه من قبل شوي تعرفنا على شيء اسمه سيكشن هيدر، لكن كنا آه, كنا مسوي له ايش؟ مسوي له Insert لا الحين ما يبغاك تسوي له انسيرت السيكشن هيدر، لا هو يبغاك انك تو تشينج اللي اوت، ونحن درسنا انه ممكن انه نحن نغير اللي اوت حق البرزنتيشن، راح اروح على سلايد آه, 1، آه, هذا سلايد 1 اللي انا فيه، واختار له اللي هو Layout اوكي okay. لاي واروح اختار له Section Header شايفين display the presentation in slide sorter view رح اروح على view واختار له slide sorter يعني ما هي اختراع ابدا في slide sorter view delete slide 1 اضغط عليها مرة واحدة بس delete يا سلام يا ريت اسئله الاختبار تجي زي كذا يا ريت بس ان سلايد سورتر فيو ايوه مو بسلايد 2 اتس positioned افتر ذا اكزيستنج ستايل 6 افتر ستايل 6 يعني هنا المفروض تجيني اوكي okay. In slide sorter view أيوة اللي نحن فيه الآن select the contiguous slide ثلاثة وخمسة ثلاثة وخمسة أيوة with the slide ثلاثة وخمسة selected cancel the selection of slide three so that only slide four and five are selected آه أفهمكم كيف يبغاك ثلاثة راح تدوس له shift ثلاثة من ثلاثة إلى خمسة صح فاللي يصير من ثلاثة إلى خمسة لما تدوس أنت شفت راح تتضلل كلها ركز معي مو نحن لو نتذكر كيف أضل الخلايا مثلا على سبيل المثال بالإكسل الخلايا متتابعة أني أدوس على أول خلية وبعدين أدوس شفت وبعدين أدوس على آخر خلية نفس السيستم أنت راح تطبقه هنا في الباوربوينت لأنه كلهم نفس الأوفيس كلهم نفس الباكج طيب الحين أنت مظللهم ثلاثة وأربعة وخمسة أوكي؟ يبغاك انك to cancel the selection of slide 3 slide 3 cancelه حتدوس control وتضغط عليه اوكي okay? دست control ضغط عليه الحين مين مضلل عندي 4 و 5 طيب that only slide 4 and 5 are selected مزبوط كلامك and then move slide 4 and 5 at the same time حركهم ونقلهم بنفس الوقت so that they are ينحطون after slide 2 ينحطون بعد slide 2 تمام اجي واحطهم هنا واتركهم تمام بعدين return the presentation to normal view اروح على view واقول له لو سمحت رجع لي النورمال فيو عشان تشوفون بالفعل انه كيف اللي يتعلم الوورد يتعلم الاكسل يتعلم الباوربوينت كذا كذا راح يتعلم كل البرامج لانه كلها نفس السيستم طيب from the subtle اوكي okay, transitions اللي هي الانتقالات in the first row apply اللي هو third transition fade طيب رح اروح على transitions ونحن درسنا انه في الـ PowerPoint بوينت الترانزي... الترانزيشنز اللي هو الانتقالات تطبق على السلايدات وليس على النصوص اوكي طيب فهو الحين يبغاك تطبق له الثيرد اللي هو ثالث واحد اللي هو الفيد طبقته الان تشينج ذا افكت اوبشنز الافكت اوبشنز بحيث انه تظهر لي سموثلي اوكي وهذا السؤال نفسه كان جايكم في الاختبار اند ابلاي ذا ترانزيشنز تو اول ذا سلايدز وبعدين طبق الكلام هذا على كل السلايدات ابلاي تو اول تمام طيب الآن يبغاك أنك تتحكم في الوقت حق الانتقالات بحيث أنه الوقت يبغاه يكون 1 بوينت سبعة خمسة طيب and لا one point سبعة خمسة okay طيب بعدين and apply the duration setting to all the slides بعدين طبق هذا الكلام على الكل أنا كتبت شيء غلط change the duration to and apply the duration setting to all the slides in the presentation إذا apply to all حلوين view the slideshow from the beginning يبغاك انك تشوفها من البداية اوكي okay. راح اشوفها من البداية هم. شفت شفت كمان كمان اوكي اوكي تمام حلو عرضي الله يعطيني العافية تمام شفته اوكي okay. وبعدين سؤاله اللي بعده display the presentation in reading view view يبغى reading صح طيب and view the first three slides. واحد اثنين ثلاثة، شفتوا. بعدين return the presentation to normal view. رجعلي ال presentation للـ normal view. كيف أرجع للـ normal view؟ بمجرد إنك تدوس هنا، شايفين؟ رح ترجع للـ normal view. On slide two. هذا سلايد 2 حلو كانه غير البرزنتيشن كله طيب اعطاني شيء جديد select the placeholder that contains the bullet points هذا اوكي okay. set the font size of a placeholder text to 24 طيب راح اضلل وراح احط له اللي هو 24 تمام لاحظوا انه الحين نفس الافكار وراح يرجع يكررها on slide 3 convert the bullets Numbered items using the default numbering options. يعني ما يبغاها bullet. يبغاها أرقام. رح أضلل عليه وأروح أدوس على الأرقام. حلوين؟ طيب. On slide 4, select 3 second level bullets. أيوه هذا. هذا الـ 3 second level. أيوه، إيش يبغى فيها؟ اللي هو الرايد والvisitor والrest صح هذه هي change the bullet style to star bullet star في عندي شيء اسمه star bullet خلينا نشوف هذه أيوة هذه star bullet بس هي مين نجمة أوكي بس يلا يقول اسمها نجمة the size of the bullet to 100% of the text أوكي and the color أوكي الحين يبغاك أنك تعمل uh, setting للبولتس أوكي راح اروح على البوليتس اند نمبرينج واشوف هو يبغى ايش يبغى السايز 100% صح ويبغى الكولر تكون ريد ايسنت 4 داركر 50 اذا هذا اللي هو ذا لاست كولر ايوه صح هذا تمام وادوس له اوكي okay. صح بعدين في سلايد 2 معلش هانت انا عارفه انه يطفش بس هانت on a slide 2 هذا slide 2 remove the bullet symbol أيوة شيله كيف تشيله بس روح هنا وسكره فيتشال خلاص طيب select the placeholder containing the paragraph هو already selected so that it displays as a solid line and then apply bold and italic كلها صارت solid line bold يبغى and italic Okay, center the paragraph, graph. and change the line spacing. Ha, huh? line spacing. We bring it two. Hello. In slide five, in the content placeholder, which is this, on the right, okay, which is on the right, search for an online picture. تسوي ادراج لصورة من عندك بالجهاز، لكن انت تبغى صورة اونلاين اذا شايفها هذه اللي هي مرسوم عليها صورة ومرسوم عليها الكرة الأرضية، أوكي؟ okay. Picture اونلاين، شايفين؟ ندوس عليها، يبغى Picture اسمها Boring water insert اختار له ايش؟ اختار له Insert the first image from the result into the continent، هاي هي الفيرست image، خلاص ودائما قلنا نحن الناظر جهة اليسار هي اللي تكون first إذا أدوس له insert طيب on slide one search for an online picture using the keyword red lights نفس الكلام لكن هنا راح تسوي إدراج لصورة أونلاين لكن ما هي بال ما هي بال placeholder content أنت لازم تروح على insert وتروح على picture اللي هو الايمجز images وتروح على online picture وتكتب له اللي هو يبغاه red lights تحط له enter وبعدين تاخذ له أول صورة insert the second image لا يبغى ثاني صورة غير رأيه ثاني صورة from the result خلاص أدوس له عليها okay اوكي okay, اللي change the height of the red line picture to يبغاك تغير الارتفاع حق الصورة نفس الكلام سويناه ايضا في الوورد اروح اغير الارتفاع من size واقول له .5 الارتفاع اوكي okay. الان يبغى on slide 1 move the image so that it's right aged يعني تروح تجاه اليمين is aligned with the red dashed smart guides guides that display on the right have the horizontal ruler at 6 inch يعني يبغاها تكون هنا اوكي okay. طيب maintain the vertical وحافظ على اللي هو ال vertical اللي هو ruler يعني بس انك تشيلها وتحطها اوكي okay? on slide 6 crop يبغاك تسوي قص للصورة هذه وهذا السؤال أيضا تكرر كثير في برنامج الوورد أنك تسوي crop للصورة so that its, it's right edges align on the left half of the horizontal ruler 1.5 inch لاحظ معي 1.5 inch هذا راح يروح okay. وبعدين close the crop tool سكر أداة القص لاحظ معي أنا هنا ماني جالسة أشرح لأنه هذا كله أخذته في برنامج الوورد on slide one crop the image to an oval shape طيب هذا ممكن شيء جديد عليك وهذا ممكن شفته أيضا جاك في اختبار اللي هو البوربوينت how to crop كيف إني أقص أكوردنج لو أكوردنج لو أكوردنجلي شيء معين راح تروح على الصورة تضغط عليها مرة واحدة وتروح على format راح تختار كروب لكن مو الكروب العادي لا تقول له ابغى كروب تو شيب كروب وفقا لشكل شكل ايش شكل اوفل وين الاوفل اوفل يعني ايش بالعربي بيضاوي صح بيضاوي بالعربي هذا بيضاوي هذا بيضاوي تمام حلو لاحظ انه لك كروب للصوره لكن مو الكروب التقليدي اللي نحن نعرفه مو القص التقليدي اللي نحن نعرفه لا سواه وفقا لي اللي هو شكل معين حلوين في السؤال هذا on slide 3 insert a text box يبغى مني اني ادرج له مربع نص طبعا كلنا نعرف كيف ندرج مربع نص طيب بس ايش الفكرة الجديدة في هذا السؤال انه يبغى مربع النص تحطه في مكان محدد وفقا للاحداثيات حقت مساطر العرض واللي هو العمودي يعني المسطرة العرضية والمسطرة العمودية ركز معي اول شيء راح تروح على insert وتختار له اللي هو مربع نص تكست بوكس يبغاك تحط مربع النص هذا ركز في 4.5 آه horizontal يعني تجي عند أربعة ونص أربعة ونص أربعة ونص كذا تمام مو كذا أربعة ونص لا أربعة ونص هنا أوكي لاحظ أنت لما تمشي راح تلاقي إنه في خط أحمر بيتحرك معاك صح هذا أربعة ونص أربعة ونص بالعرض طيب وبالعمود او الارتفاع كم لازم تكون؟ يبغاها تكون 2 انشز فانا راح أنزل, انزل 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 اثنين انش اثنين تمام؟ يعني المفروض ارجع كذا اتاكد ركزوا معي اتاكد انه الارتفاع عندي حطيته صح والعرض عندي حطيته صح وفقا للرولر المسطره وبعدين بس انك تعمل كليك في المكان هذا ضغطة واحدة بس، أوكي؟ مو مو تروح ترسم مربع نص، لا بس إنك تدوس دوسة واحدة، خلاص دسنا، رح الآن يطلب منك طلب، with the insertion point in the text box، حطلي هذا النص، نكتب له النص اللي هو طلبه، if safety is question questionable أوكي؟ نو بيريود، يعني لا تحط لي نقطة، تمام؟ يطلب مني الآن إني أغير له الفونت سايز لـ 24، بس إني أدوس عليها وأظلل التكست وأروح أختار له الفونت سايز كم؟ 24، صح؟ إنتر، حلوين. السؤال اللي بعده. في سلايد 3 اللي هو هذا اللي احنا واقفين عنده from the shapes gallery من اللي هو الاشكال اكيد راح يبغاك تدرج شكل فانا راح اروح عند اللي هو الاشكال يبغاك تروح عند البلوك اروز اللي هو المكان اللي فيه الاسهم هذه الاسهم هذه هي البلوك اروز يبغاك تحط الفيرست شيب اللي هو اول شكل اللي هو السهم جهه اليسار تدوس عليه اوكي ركز معي وبعدين يبغاك تحطه اد zero on horizontal ruler فين الزيرو on horizontal ruler هم فين الزيرو هذا زيرو صح شايفينه هذا صفر بالhorizontal صفر طيب وبالvertical كم اثنين انت مركز معاي اثنين يعني هنا المفروض يكون مكانه ركز انه يكون عندك بالhorizontal صفر احداثياته وبالفيرتيكال بيكون اثنين تدوس على هذا المكان بالضبط لاحظ معي دسنا رسم لي اللي هو السهم الحين يبغاك تضبط له الارتفاع وتضبط له اللي هو ال width set the height of the row to 0.5 الارتفاع اكتب له 0.5 انش حلو والعرض عندي كم؟ 2 انش اوكي حلو On slide 3 from the shapes gallery كمان يبغاك الحين تدرج shape ثاني خلينا نشوف insert shape ثاني طيب يبغاك تحط shape اسمه octagon وين موجود هذا الشيب اللي اسمه octagon؟ موجود في second to last shape اللي هو insert the second to last shape octagon by clicking at the insert intersection خلينا نشوف الـ octagon وين نحطه؟ هذا الاكتجن شايفينه بس هو يبغى بمكان معين عند تقاطع الرايت هاف اوف ذا هوريزونتال رولر اللي قيمتها 3.5 يعني هنا ايوه هنا مع مين مع رقم واحد يعني اطلع فوق شوي فوق شوي هنا اوكي تاكد من المقاسات العرض 3.5 والارتفاع واحد دوس هنا حلوين سوالي او رسملي لي يبغاك تزبط الارتفاع حقه بيكون اثنين واللي هو العرض ايضا بيكون اثنين حلوين ان شاء الله يا ربي يكون سهل كذا عليكم الباوربوينت وتخلصونه بدري on slide 3 type stop in the octagon shape ابغاك تكتب له stop بس انك تكون select لي الشيب تقدر تكتب عليه على طول s تي او بي لاحظ كلها كابيتال الحين change the فونت size to كيف تغير اللي هو حجم الفونت الى كم ثلاثة اثنين لانه هي already selected دام انك انت محدد الشكل فما يحتاج انك تعمل كليك على التكست يعني هذه خذها قاعده في اي برامج الاوفيس طيب on slide 2 اللي نحن واقفين عندها الآن set the fill color of the content placeholder containing the paragraph الآن أنا في عندي paragraph صح؟ والparagraph هذا موجود جوا placeholder صح؟ طيب يبغى placeholder هذه يكون لها لون اللون هذا اللي هو blue accent 1 lighter 80% عشان أغير اللي هو خلفيتها فلازم أختار له format shape اروح على فل اروح على solid فل واختار له اللون اللي هو يبغاه هو يبغى ازرق لكن ازرق قيمته سنت 1 lighter 80 هذا معناته هذا اللي انا واقفه عنده صح اوكي صح هذا حلوين اوكي وبعدين اسكر اللي هو الفورمات شيب change the outline weight the outline weight اللي هو العرض حق الحد نفسه of the content placeholder to 3 pt اروح على shape outline واقول له ترى ابغى يكون 3 pt حلو سمك لي السؤال اللي بعده on slide 6 اللي نحن عليه use the eyedropper اللي هي أداة الانتقاء to change the font color of the title text هذا title text راح أغير لونه ركز معي بحيث انه لونه يبغى يكون من اللون الازرق هذا حق الصورة يعني انت تروح تنتقي من اللون حق الصورة فانا راح اروح عادي على الالوان واختار له اداة الانتقاء واختار نفس لون درجة البلو حق الصورة حتى هو كاتب لك انه روح على الابر رايت كورنر يعني ما تروح تاخذ لي هذا الازرق لا هو كاتب لك انه روح على الابر رايت كورنر الموجود في الصورة لاحظ انا اختاريته فغير لي لونه طيب on slide 5 اطلع لي على slide 5 apply the dark blue color to the title ايوه هذا التايتل هذا الدارك بلو اللي انا اخذته من شوي يبغاك تطبق لي هنا اقدر ايوه اقدر عادي لانه هو اوتوماتيك راح تلاقيه موجود اوريدي مع الريسنت كلرز طيب هانت يلا on slide 3 في سلايد 3 هذا select the arrow حدد لي السهم طيب and then apply the shape style حط لي style للشيب هذا من وين shape style؟ من هنا okay. بس هو يبغى shape style محدد صح؟ اللي هو blue accent one the last row the second style the last row last row أيوة هذا يبغى هذا أدوس عليه بعدين يبغى أيضا أنك تحدد له text box هذا أيوة. وتطبق ايضا عليه ستايل اللي هو بيكون لون احمر ريد ايوه اللي هو ايسنت فور اللي هو هذا صح ادوس عليه حلوين بعدين ايضا يبغاك تطبق ستايل على الاوكتوجون تدوس عليه ويبغى الستايل ايضا ريد تمام On slide one هذه اللي نحن فيها apply the preset soft edges اللي هو 50 point picture effect to the picture بس أدوس عليها وأروح على اللي هو الفورمات وأختار له اللي هو soft edges من وين من ال picture effect يبغاها كم تكون 50 صح 50 point صح أوكي okay. ندوس عليها On slide two هذه slide two Select the content placeholder, okay select it, يعني بس إنك راح تدوس عليه تو select it, بعدين and then apply the preset art deco bevel shape effect, ركز معي الحين هو يبغاك تسوي له shape effect, صح؟ طيب راح تروح من وين؟ راح تروح على format, راح تروح على shape effect, وراح تروح على bevel, ليش؟ لأنه يبغى شيء من 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 أنواع bevel, طيب. اللي هو يبغى اسمه ارت ديكو صح ارت ديكو شوف فين م -م. فين نحن شايفينه فين ايوه هنا هذا اخر واحد اوكي ندوس عليه تمام On سلايد 5 عشان يعني نططني ما بين السلايدات اوكي Select the Picture اضغط على الصوره and then apply the preset blue 8 PT glow طيب أيضا هذا إيش effect صح أيوة effect glow بيكون كم هم بلو أيوة أزرق كم ثمانية صح ثمانية هذا إيضاً يس yes. تمام On slide 6 اللي نحن فيها هذه create a duplicate of اللي هو صورة ال الملاهي هذه اللي هو حاطها يبغى اسوي له دبليكيت كيف اسوي دبليكيت اضغط على الصوره من الكيبورد كنترول سي كوبي بعدين كنترول في هذا سوى لي دبليكيت نسخ لصق فصارت عندي اثنين اوكي okay? طيب اون سلايد 6 Select and align the two images with the left edge of the slide. في سلايد 6 هذا يبغاك إنك تسلكت select, to select هذه أصلاً محددة صح؟ راح تدوس على Shift وتحدد لي الثانية. أوكي؟ أنا حددت الآن الاثنين. بعدين تقدر إنك تروح على اللي هو Format على Align. نحن محددينهم اثنينهم صح؟ align to slide بعدين راح تروح تقول له align إلى اليسار أوكي okay? بعدين with the two images selected بينما لا زالوا اثنين هم محددين use the align to slide option to distribute the objects vertically عشان نحن نوزعهم بشكل ماذا بشكل vertically راح أروح على align وأقول له اللي هو distribute vertically ما فيها أي اختراق شايفين الآن Apply اللي هو خمسين point picture soft ages يبغى أيضا soft ages من وين؟ اممم خمسين عليهم اثنينهم خلاص لأنهم اثنينهم محددين سوا خمسين اوكي بعدين بعدين on slide 3 select textbooks والarrow والOctagon كلهم سوا ركز معي اضغط عليه بعدين شيفت اضغط عليه بعدين شيفت اضغط عليه فأنا الحين يعني مسكتهم كلهم سوا حددتهم كلهم سوا and then use the align selected objects option to apply align middle راح اروح طبعا اكيد على فورمات واروح على align راح اختار له align selected object هاي اول اختيار بعدين يبغاك انه align كلهم الى الميدل للوسط فيصيرون بمنتصف الشريحة الان يبغاك انك تسوي لهم لكن يكونون ماذا Horizontally افقيا نفس الخطوه اللي سويناها من شوي اروح على Align اكيد واقول له ديستريبيوت لكن ايش Horizontally افقيا بس وبعدين السؤال الاخير في هذه السلايد اللي هي سلايد 3 Group اللي هو التكست بوكس والارو والاكتوجن هم already selected هم already محددين عشان تسوي لهم جروب رايت كليك عليهم وبعدين اختار لهم جروب شايفين جروب لما يكونون جروب انت تستطيع انك تتحكم فيهم سوا الحين يطلب منك انه align the grouped object in the center of the slide هم already صاروا object واحد فانت راح تروح على طول على align وتقول له ماذا align الى المنتصف السنتر بكذا ولله الحمد نكون خلصنا من اللي هو تدريبات الباوربوينت أتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته